السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده هنعلم فيها عن مسابقه على قناه الاوائل. المسابقه دي يا جماعه كل باختصار يعني هم هنختار ان شاء الله خمس فائزين، كل واحد ليه هيبقى $5. المسابقه دي ملهاش علاقه بيا انا، هي لها علاقه بقناه الاوائل. عشان تشترك في المسابقه دي يعني مش هو بسيطه جدا. اول حاجه انك تشترك في قناه الاوائل، هتلاقيها اسفل الفيديو وهتلاقيها برده في الايفون. وتاني حاجه انك تعمل كومنت على الفيديو اللي هسيبه لك في الوصف، هتلاقي فيديو كده سايبه لك في وصفه، وبرده هتلاقي في الايفون. هتعمل بس كومنت في الفيديو ده، اي كومنت هتكتب فيه ايميلك مثلا اللي هنتواصل معاك بيه، او تكتب ايميلك وايميل باي بال اللي هنبعت لك عليه الفلوس، لان الفلوس تتبعت على باي بال بس، وهو اللي هيبعت الفلوس مش انا. فالتعامل هيبقى معايا، ولكن اللي هيختار فائزين هو قناه مستر بومتك. انا اللي هختار الفائزين، ولكن كل حاجه هتبقى على قناه الاوائل. فانت كل اللي هتعمله دلوقتي لو عايز تشترك في المسابقه دي، تنزل اسفل الفيديو تشترك في قناه الاوائل، و تعمل كومنت على اخر فيديو عنده اللي هو الفيديو بتاع المسابقه. والاختيار الفائزين ان شاء الله هيبقى من عند قناه مستر بومتك، هيبقى من عندنا، وهنختار الفائزين قريب جدا يعني بعد مثلا في يوم 31 او يوم 1 في الشهر اللي جاي. فدي كانت كل حاجه يعني، ده كان المسابقه. وكمان قناه الاوائل بتهتم بحاجات كتير قوي لها علاقه بالربح من الانترنت، وكمان ليها علاقه بمراجعه المنتجات وحاجات كتيره جدا. القناه ممتازه. حاجه ثانيه ان هو بيعمل المسابقه دي كل شهر تقريبا، فانت تشترك في القناه دي لان انت هتفيدك في المسابقه دي كل شهر بيعملها، وجوائز تبقى مختلفة، فهيبقى حاجة ممتازة جدا. وان شاء الله هنختار المرة دي 5 فائزين، كل فائز $5 على باي بال. فانت لازم يكون عندك باي بال ابعتلك عليه فلوس، ولازم تشترك في قناة بتاعت الاوائل، وتشترك في قناة مستر بومتك لو انت اول مرة تشوفني، عشان ما يفوتكش حلقة الاختيار الفائزين، وكمان انك تعمل كومنت على اخر فيديو على قناة الاوائل. بس شباب دي كانت حلقة النهاردة، واعتقد يعني هي مسابقة ممتازة يعني، فانت حابب انك تشترك فيها تفضل يعني، الموضوع بسيط وسهل. فيعني روح بس تعمل كومنت هناك وخلاص. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.